الحمد لله امور بخير نسبيا الحمد لله. الحمد لله. على الديكور الجديد والمرسم الجديد ابداعات جديده ايضا صارت. كان بدنا نضال يعني ناضلنا تعرف يعني اعتصامات ومظاهرات حتى جبنا المرسم يعني عرفت كيف هلا بدنا نعمل مطالب جديده ما بعرف شو راح تكون. اليوم شو حاضرين جواد قصه رسمتك اليوم عن شنو؟ سيدي يعني انت اكيد يعني راح تتفقي معي بهالرسمه هي اتخيل. اليوم راح نحكي عن هذا التطفل المجتمع على الفرد طبعا يعني بصرف النظر عن ان الفرد لازم يكون يعني احترام المجتمع بالحد الادنى من القوانين في شغلات متخلفين ما بحكي عنها عم بحكي بالحد العام يعني ولكن هذا يعني تدخل المجتمع بحياه الفرد الشخصيه مثلا تلاقي واحد مثلا اذا عمره صار 28 سنه ليش ما تزوجت هلا عم بحكي عن الشباب بس جاي على البنات يعني ياسين اذا بيشتغل ليش عم يشتغل فلان شيء اذا ماله عم يشتغل ليش ما عم يشتغل واذا عم يدرس ليش عم يدرس فلان شيء الفضول وعدم احترام خصوصيات بعض هذا تدخل هذا يعني عند الشاب فما بالك عند البنت اول ما تصير عمرها 17 سنه تبلش انخطبتي اذا انخطبت تجوزتي هي كان ديش كان مهرك وما بعرف شو وديش كان ذهب والعرس ليش هيك سووا فلان مكان وليش امك قبلت ليش ابوك قبلي تمام بالدول الشرقية عندنا دائما هذا الموضوع في عندك حدا بينخر راس الواحد بأسئلته يعني غير هيك مثلا يلا اجى النصيب وتجوزوا الى اخره ما راح تجيبوا اولاد ما راح تجيبوا اولاد وجاب الطفل ما راح تسوي لنا اخ طبعا حرام انه كله بصير علماء نفس تعرفي وفرويد والى اخره يعني على حساب الواحد طبعا انه ما بصير انه بس صار ثلاثه يعني نفس الشخص اللي كان ينتقدك ليش كان عندك ولد او اثنين يقول لك حرام عليك كثرت اولاد الا بعد يا المهم يدخل وينطي يفرض اراءه مو ينطي رايه اذا انت طلبت صح المهم يفرض صح رايه يعني في حدا له علاقه وحدا ما له علاقه يعني هذا التدخل تبع انه والله حمات الواحد بتسال واحد ليش انت يعني هذا يعني مثلا اي حدا بتعرف فيه مهما على شأنه بالمجتمع او كان يعني او تختلف مواقعه يعني تمام كل حدا له فلسفه بالحياه بصراحه بتعرفي انه هذا هي يعني نظرته للحياه متعلقه الى فكره الى منهج معين الى طموح معين يحب كل شيء يجي بوقته المناسب تمام. يعني احيانا الواحد فعلا يحتاج لاستشاره يعني اصدقاء ناس اكبر منه ناس اللي عندهم خبره بموضوع معين تعرف مثلا لما حدا بده يعني على صعيد الدراسه او على صعيد الحالات الاجتماعيه على صعيد السفر على صعيد الشغل واحد بيستشير اصدقائه تمام فعلا هو لما تستشير لما هي. انت تطلب الاستشاره بس مو ينفرض عليك صحيح او مثلا في شغلات واحد فعلا شغلات بسيطه يعني واحد عارف انه على فرض انه فيكي مثلا صديق لك او حدا من الاصدقاء والاقارب تلاقي انه مرضان فيك تدليه على طبيب على مشفى على مكان ولكن انه احيانا انت رايح على طبيب اخذ دواء تلاقي حدا اجى جارتك مثلا انفتحت ما بتعرف تحكي يعني ما بتعرف تقرا ليش نطاك هذا الدواء هذا الدواء بيعمل كذا لا فهذا التدخل اللي ما له اي داعي الحدا اللي يعني احيانا تطلع مع شوفير تاكسي بده يعرف قديش عمرك متجوزه او لا هذه معاناه شو راح اقول لك هاي المعاناه يعني شو يعني انت شو دخلك؟ يعني انت شو عليك على ولد؟ وتجاوب انت على سؤال بس بعدها يصير الموضوع ممل يصير شو تحس نفسك اخترق خصوصيتك وخلال ربع ساعه لازم يعرف كل شيء عنك هالتفاصيل يعني تمام يعني هي تدخل بتفاصيل الشخصيه لحياه الواحد بصراحة يعني مزعجة نفتقر تقريبا نوعا ما لهذه الثقافة اللباقة الاجتماعية صحيح أيه. وهي حتى على مستوى العوائل يعني داخل البيت يصير هذا الموضوع ليش قاعد وحدك؟ ليش قاعد بهاي الغرفة؟ ويا من كنت تحكي بالتليفون؟ ليش طولت بالتليفون؟ يعني منو دق هذا؟ من مين جا هذا المسج؟ يعني مثلا هاي أبسط شغلات اللي يعانون منها الناس تنبيه الأطفال وتنشئتهم إلى آخره نحن عنا فعلا شغلات كثير غلط او نحن عم نعملها بطريقه عاطفيه كثير سيئه لازم يعطي نظر بهالقصص هي لازم فعلا انه واحد يسال الثاني او يحاول شوفي في حدا بتعرف انه قلبه بيوجعه عليك يعني تمام فعلا ما بيسالك بده يسال او من محبه صحيح بس من خوف حرص عليك تمام يعني اتمنى من اللي عم يسمعنا اليوم فعلا لما انا اسال حدا او اتدخل بخصوص حدا
أول شيء أنا استشير حالي إنه يا ترى من حقي أو لا، يا ترى رح أضيف شيء مفيد أو لا. مو يعني الفضول، فضولك يكون على حالك، روح اقرا كتاب، روح والسؤال يعني طريقه في كوكب، بس ان انت تدخل بحياه شخص يعني احيانا الاسئله بتهز بدن الواحد. يعني خاصه البنات سيدي، يعني الكلمه عن جد تجرحهم، تعرفي انه خاصه في بهالظروف وتعب والى اخره، تدخل بشؤونهم ان انت يعني البنت مثلا صار عمرها رقم معين، يعني قد ما كان عمرها ما حدا له علاقة، يعني تمام، لا هي أكلة من كيسك ولا أكلة على حسابك، أنا ليش دخل بحياتها؟ هي تجوزت ولا لا أو إذا مثلاً أسيد، يعني هي شغلات مؤذية، يعني إحنا نعاني من عدها بشكل بمجتمعاتنا. صحيح. وعلى أو مثلاً تعرف إنه الحمد لله هلأ شوي شوي البنت عم تقدر تتملك إرادة وقوة، بتقدر كمان مثلاً ما ترد على هالقصص هذول كلياتها، ولكن مثلاً في أشخاص على فرض ما بيجيهم أولاد، في ناس تدخل تجرح المشاعر، غير الإزعاج، يكون يعني السؤال يعني دا يضرب على وتر حساس عند الشخص بدون ما يحسب لها حساب إنه ممكن تكون صحيح. ما يقدر يحكي، ما يقدر يقول ليش مثلاً. تمام، يعني أو مثلاً على صعيد الأمراض اللي مثلاً اللي معه انحراف وتيرة، أنا في مايل مثلاً، أنا مع انحراف وتيرة، تلاقي واحد ليش أنفك مايل لأنه حاب يروح هيك يعني، ف بس لسه ما بلاقي فرصة ليطلع يعني. او مثلا حدا عنده مشكله باسنان، تلاقي طلع باسنان الواحد، ان انت يعني لازم الواحد كثير يداري باله. تمام، يداري باله عن جد، لازم الشخص الفضولي لازم يقف، يعني يقف على هالعاده اللي عنده، يفكر قبل ما يحكي. تمام، هي على صعيد الشخص وعلى صعيد العام في المجتمع. قلت لك هي ثقافه تنطلق من البيت بالبدايه، وبعدين بما انه البيت هو مجتمع او مصغر لمجتمع، وبعدين نصير بالشارع احنا. تمام. لو خصوصيات بعض داخل البيت الناس تحترمها ابتداء من الطفل، تربية الطفل مثلا انه الى خصوصية، احترام بالضبط، حيز تبعه صحيح، احترام هو اختياراته. احيانا اكو اهالي مثلا طفل ما عجبه، يعني صار عمره 5-6 سنوات ما عجبه يلبس مثلا هذه القطعه من الملابس، لا فرض اجباري لازم تلبسها، اجباري هسه لازم تاكل، هو من الحرص اكيد ومن المحبه، بس بهيك حاله هو يعني بتعلم الطفل انه صادر حريه الراي. صحيح. فاليوم بنحاسب مع هالموضوع هذا. حلو، موضوع حلو فعلا. جواد اي تمام، عندي شوي صغير يعني أبو ثواني. لازم هذه اللمسات الأخيرة، لا ولا مرة تقول إيه، لازم تقول بعد أكو ثواني. يلا بس أتخيل فينا نشوف هلا سيل الرسمة، إذا كانت رسمتنا عن الفضوليين، عن الفضوليين والتطفل. تمام، تطفل هالأسئلة المزعجة اللي بتوجهوا لأشخاص أو مجموعة من الأشخاص لحدا معين. فينا نشوفها. نشوفها. اوكي، هالأسئلة بتنخر دماغ الواحد أسيل. شوف إنه في حدا فضولي بس ما جبت السلاي، ما عنده شيء يعني، كأنه ماسك شيء بإيده. تمام، هلا هو إصبعته إشارة استفهام وعم ينخر فيها، يعني مثل مسقب، كأنه ثقوب ده يسبب بالرأس، يعني ساخب شف رأسه كلات، يعني إنه كلات ثقوب الناس عليه. هي يعني الاصبع هو اللي الاصبع على شكل اشاره استفهام او السؤال الفضولي التطفلي. طبعا انه اللي بينخروا فيها دماغ الواحد. هاي كانت رسمتنا لليوم اسيل، وهو ماخذ الشخص ماخذ هيك شكل مثل المارد، مثل انت مشبهه بهالطريقه. يعني انا كنت محتار اني اسميها المجتمع ولا اسميها، فقلت الحي لا بلا ما تكون مجتمع، لانه المجتمع له ادوار ثانيه يعني بيقوم فيها يعني. فهن الفضوليون اللي كمان بيعملوا يعني بيحيطوا بالواحد كثير اسيل، يعني هم 1-2-3 هن. لا بس فكره حلوه، انه يعني شو انت تقدر هيك، مين تجيب هاي الافكار؟ قلت لك قبل لانه الفكرة أنه بتصير يعني طريقة تفكير الواحد، يعني الرسام الكاريكاتير بعد فترة كل شيء بيشوفه صور، يعني هي يعني فكرة معينة شلون تتجسد بصورة أو بلوحة ممكن بس واحد يشوفها يفهم. هلا لما أنت تقولي ما شاء الله عليك جواد بلا حسنها. إيه هلا بعد شوي بعد الحلقة الجاية، بس هذا سؤال يعني مو فضولي. ها لا أبدا، في فرق أسيد، في فرق مثلا بمقابل إجبار رح تسأليني يعني
لا عم بحكي عن الأسئلة من شوي ذكرنا أمثلة عنها. الفكرة إنه مثلاً أنت بتقولي هلا بالحياة العامة نحن مستعمل الكاريكاتير أحياناً، بتقولي مثلاً أوف راسه شو كبير، راسه ما يفوت من هالباب، واحد ما بعرف قد هالحيط، يعني هاي أمثلة كاريكاتورية لحد ما. بتقولي فلان نخرد راسي، يعني اكل راسي. ايه بتستوحي الفكره ممكن من كلمه معينه احنا نتداولها بيناتنا، فنحن نشتغل على هذا لانه كيف بده ينخر راس الواحد بالاسئله، فتخيل اصبعه يكون اي الله 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 يكفينا شر هل الفضولين المتطفلين. جواد شكرا، وكالعاده ابدعت. شكرا كثير لك سيدي، شكرا جواد.